وبمناسبة الحديث على منتخب مصر، كان في تصريحات للكابتن حازم إمام، تصريح صعبان عليا فيه نتيجة مفاهيم غريبة جدا بقت موجودة عند البعض، مش هقول الأكثرية، لا هقول الأقلية، بس بقت عندهم مفاهيم ملخبطة جدا بسبب السوشيال ميديا، وبسبب ان بعض الناس بتحاول تزرع ان الرياضة دي خناقة، بعض الناس بتحاول الرياضة وكرة القدم لخناقة، بتحولهاش الى تنافس شريف في الملعب بس الناس كلها أصدقاء. يعني الوقت لو في لعيب مثلا ظهر رايح مناسبة لعيب تاني من نادي منافس، البعض على السوشيال ميديا يهاجمه جدا، ودي حاجة غريبة جدا. حازم إمام من رموز نادي الزمالك، فعمل تصريح اتكلم فيه ان هو كان بيشجع الاهلي في الفاينل، وهو بيتكلم من احساسه، احنا عندنا التصريح ده يا شباب، من احساسه كعضو مجلس ادارة في اتحاد الكورة، على فكرة يعني مش عشان خاطر يعني ان هو اهلاوي، يعني هو حازم إمام هنقول عليه اهلاوي؟ معقول يا جماعة؟ هل هذا يجوز؟ اهو الراجل بيقول لك لذلك سعدت بتتويج الاهلي ونجهز مباراه وديه قويه لمنتخب مصر. ليه كان سعيد بتتويج الاهلي؟ قال لك لان دي بتعني ان الكره المصريه بخير وبتدي هيبه للكره المصريه، والاهلي بيمثل الكره المصريه. الناس هتقول لك لا بيمثل نفسه، ايه بقى انت يا عم فكر زي ما انت عايز، بس ده مش صح، دي مش افكار سليمه. فحازم امام لما قال كده بعض الناس من جمهور الزمالك هاجموا جدا على السوشيال ميديا، وانت لما بتهاجم رمز من رموز النادي دي حاجة قاسية جدا عليك قبل ما تكون عليه، لانه قيمة الاندية الكبيرة في رموزها مكانتها بتيجي من الاسماء اللي على مدار التاريخ لعبت فيها وعلمت في كرة القدم، ده في العالم كله كده، في ناس علمت على المستوى الكرة جدا، في ناس علمت على المستوى الاداري جدا، دي بتبقى رموز النادي يعني، ودي اللي بتبقى حفرة مكانة وقيمة وتاريخ وشعبية النادي، جزء من شعبية النادي على فكرة يعني. فاستغربت جدا من الهجوم البعض على حازم إمام في التصريح ده.